كنت بتكلم مع حضراتكم على مخاطر استخدام بعض المواقع زي التيك توك وخلافها. شفنا مثلا النيابة العامة البيان اللي أصدرته من يومين بخصوص بعض الحالات اللي شفناها لبعض الفتيات منا وغيرها يعني، ومواد والكلام ده. النيابة العامة الحقيقة مشكورة، أنا هقرأ بس آخر جزء فيه، وهي بتقول لأولياء الأمور إن هم يقوموا بدورهم. الحقيقة المسؤولية مشتركة ما بين الأهل والمجتمع والمؤسسات إن هم يتابعوا أولادهم دون المساس بالحريات. النيابة العامة بتؤكد إن الأديان السماوية وسائل القوانين والثقافة والحضارة في مختلف عصورها ما كانت لتفرض رقابة، ولكن بتنهي النيابة العامة بيانها الحقيقة في القضية المعروفة بمنة عبد العزيز وست شباب تانيين وبعض الأمور للأسف المسيئة اللي كانت في الفيديوهات اللي كانوا بينشروها والكلام الكتير اللي سمعناه في هذه القضية. النيابة العامة في نهاية بيانها بتقول: حافظوا على الشباب، هم أمل اليوم والغد، فلا تسلموهم لمستحدثات أمور تبطش بهم، ولا تقيدوهم بأغلال يفروا منها إلى هلاكهم، وتذكروا أن الحق دوما بين باطلين. يعني لا نسدد على أولادنا كل المنافذ ولا نسيبهم وما نسألش فيهم قدام شبكات التواصل الاجتماعي الكتيرة الموجودة في العالم واللي ممكن تضرهم للأسف أكتر ما تفيدهم. معايا دكتور جمال مختار، خبير أمن المعلومات والشبكات الاجتماعية. يا دكتور جمال مساء الخير على حضرتك، ومحتاجين تنصحنا نعمل إيه مع أولادنا النهاردة بالفعل سايبينهم يتصرفوا على تليفوناتهم زي ما هم عايزين؟ هي أول حاجة النيابة مش بتقول، النيابة بتصرخ وإحنا بنصرخ. اللي بيحصل ده وصل لمرحلة ما ينفعش يتسكت عليها. الهوى والجاب بين الأهل وبين الأولاد هو عبارة عن باب مقفول وكوارث بتحصل، والأهالي سايبين الأولاد طلقينهم من غير ما يشوفوا بيحصل إيه. لازم الأهالي يكونوا عندهم الوعي الكافي دلوقتي غصب عننا كلنا، ما ينفعش نسكت أكتر من كده. الولاد طالما أنت سايبه من غير توجيه فبيعمل اللي هو عايزه وبيضحك عليه عشان يعمل اللي هو عايزه كمان. طيب ايه المخاطر اللي يعني حضرتك بترصدها من خلال التيك توك، من خلال زوم، من خلال مواقع كتير جدا بدأ أولادنا يلعبوا بيها او يتواصلوا فيها مع ناس احنا ما نعرفهمش؟ بالظبط، وبقوا بيحطوا حاجات لا يعني تخش تحت بند خدش الحياه، تخش تحت بند حقيقة. حاجات الفاظ غير لائقه، حاجات. طب الاهالي فين؟ انت سايب بنتك وابنك قافلين الباب عليهم وانت ساكت؟ ده انت مسؤول قدام ربنا، انت مسؤول قدام المجتمع، انت ازاي سايب كل الكلام دوت؟ انت ازاي متسامح مع نفسك؟ انت معاك ولادك دول امانه في ايدك، ولادك دول امانه المجتمع وامانه ربنا، مش ان انت سايبهم وطريقهم انك خلاص ولادي وبربيهم. انت بتربيهم ازاي؟ انت هل انت مؤهل تكنولوجيا؟ هل انت عارف حاجه؟ ما انت مسؤوليتك قدام ربنا انك تعرف اللي بيحصل وتعرف هيقول لك ابني بقول له بتعمل ايه؟ بيقول لي يا بابا انا بتفرج على حاجه على اليوتيوب، بتفرج على حاجه على التيك توك، او داخل بلعب بلاي ستيشن. وريني يا ابني، وريني، عايز اشوف بتعمل ايه، وريني. صح، يعني صاحب ابنك اكتر من كده. صح. انا طبعا مبسوط قوي ان النيابه ووزاره الداخليه بسرعة، كنا زمان بنشتكي الموضوع ده، لا الناس دي بقت سريعه جدا. والردع اهم شيء، الردع انك تبقى عارف ان في كوارث ممكن تحصل قد تطول الاهل. لما بتوصل الموضوع ان الاهل هيخشوا في المصيبه والردع هيكون جامد جدا في هذه الحاله. ما النيابه بتتكلم على البنت دي ان هي نتيجه غياب الاهل، للاسف وقعت في مشاكل كتير يعني، اللي هي منة عبد العزيز يعني، وده نموذج. طب هو الاهل ده مسؤوليه، بعدين كمان في مغريات انها تعملي كذا هيجي لك فلوس، هيتبعت لك حاجات، هتبقي لك شعبيه، هتبقي داخله في حاجات، ما الحاجات دي كلها مغريات. طب وبعدين إيه فين أكتر؟ علماء الاجتماع يا عمرو بيه؟ بالظبط، فين علماء الاجتماع بتوعنا؟ احنا من خلال اللقاء مع حضرتك احنا يعني بندق ناقوس خطر، ولكن من الناحيه التكنولوجيه ايه اخطر التطبيقات اللي حضرتك خبير في امن المعلومات والشبكات رصدتها؟ الموقع اللي تقول خدوا بالكم اولادكم ما يدخلوش عليه لوحدهم او ما يستعملوش خالص. التيك توك يا فندم في الشروط بتاعته بيقول لك انا هخش على الموبايل بتاعك، هخش على صورك، هخش على كل حاجاتك، هعرف كل حاجه عنك، هبقى مراقبك، هشوفك ماشي فين، ممكن يفتح المايك، ممكن يسجل. انت الفيسبوك ما بيعملش كده، الفيسبوك بالنسبه للتيك توك براءه شويه، بريء شويه. انما مواقع زي ما تيك توك وما شابه دي حاجات خطيره جدا يا فندم. الزوم ده الناس يعني بتطلع احلى ما في الزوم، احنا بناخد الزوم بنطلع اسوأ ما فيه. احنا مصرنا كل حاجه يعني انها تخدم. خطوره زوم الفساد ايه؟ افندم خطوره الزوم ايه؟ لا ما عندوش خطوره، ده جماعات العالم كلها شغاله بالزوم. يا ريت نشتغل ونفهم الزوم ده
كما ينبغي، ما نستغلوش في حاجات تانية، هو وسيلة للتواصل صوت وصورة مع شوية إضافات مفيدة جدا تنفع للجامعات، تنفع للاجتماعات، تنفع للشركات. طيب يا دكتور، تنفع ان واحده تقفل الباب يا عمرو بتقعد ترقص لا طبعا، وتلبس لبس خليع في بيتها، وللاسف ولادنا بيشوفوا ده، وللاسف ولادنا بيشوفوا ده لانه موجود على تيك توك. ولكن خليني اسال حضرتك بخصوص بعض الالعاب زي فورتنايت، زي العاب تانية، الولاد بيقولوا لي احنا بنلعب ولكن في شخص مثلا من الخليج، في واحد اجنبي موجود برضه في اللعبه، وكلهم مشبوكين مع بعض اونلاين، وده سماء مفتوح، ولا ناس بتقول كلام غريب، وناس من جنسيات ما احنا ما نعرفهاش. خطوره نوعيه الالعاب دي ايه؟ بيخش عليه واحد من اسرائيل بيعمل معاه تطبيع، بيخش واحد عليه من عبده الشيطان يعلمه الكفر، بيخش عليه ناس تعلمه كل حاجه، والولد ما فيش اب علمه حاجه، ولا حد في المدرسه علمه حاجه، ولا اخصائي اجتماعي علمه حاجه، اللي علمه اصحابه والناس اللي ما يعرفهاش. فانت داخل في حيطه سد يا عمرو بيه، يعني احنا قدام كورونا لازم ان احنا ما ننساش ولادنا، ما نقولش طب نسيب لهم الحبل على الغارب عشان نفسيتهم، لازم ناخد بالنا. هو بيبقى عايز يقفل ويستريح من قرف ابنه، معلش في الكلمه، وده مش صح، دي مسؤوليه قدام ربنا. طبعًا انت ازاي عامل كده؟ انت فرحت ان ابنك اختفى بالعشر ساعات بعيد عنك بدل ما يقعد يطلب منك حاجات، ده مش صح طبعا. صح، انا بشكر حضرتك والله يا دكتور، شكرا جزيلا، وهنتظر يعني لو متاح حضرتك تشرفنا في الاستوديو، لاني محتاجين نتكلم في تفاصيل اكتر. فبشكر سيادتك للان يعني دكتور جمال مختار، خبير امن المعلومات والشبكات الاجتماعيه، شكرا جزيلا لحضرتك. وهنهي باخر ثلاث او اربع كلمات كانوا في بيان النيابه العامه في قضيه منى عبد العزيز، قضيه التيك توك الشهيره، وزيلت النيابه العامه هذا البيان اللي وجهت فيه نصائح كتير ودقت ناقوس خطر لكل أب وأم ومسؤوليتهم تجاه أبنائهم، نهت بكلمات الحقيقة يعني رائعة وتلخص كل هذا، وهو الدعاء بأن يحفظ الله الوطن وأن يحفظ شبابه من كل مكروه ومن كل سوء، ونتمنى أن كل واحد يقوم بدوره.